زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل، عايزة اتكلم في موضوع حبيبة وسواق الاوبر. طبعا الموضوع يعني قتل بحثا، وكل البرامج اتكلمت عنه والسوشيال ميديا. اللي حصل مع حبيبة في الاوبر وارد ان هو يحصل، بس هو الموقف كبير جدا دلوقتي. انه بنت، انا بس عايزة اعلق على كذا حاجة اتقالت، انه بنت راكبة اوبر خارجة بيه من مدينتي على طريق السويس، فالبنت فتحت باب الاوبر ورمت نفسها في الشارع على طريق السويس. يعني اكيد البنت دي شافت حاجه مش طبيعيه، هي عمرها ما هتعمل كده في نفسها غير لو شافت حاجه مش طبيعيه. البنت دلوقتي لسه ما فاقتش، ربنا يا رب يعينها ويقومها بالسلامه لاهلها ويصبر اهلها. بيتقال ايه الاول، او سواق الاوبر نفسه بيقول ايه؟ ان هو رش برفان، فهي خافت وقلقت فقامت فاتحه العربيه ونزلت ورمت نفسها. وهو لو كان ناوي يخطفها فعلا، لان هي البنت الراجل اللي انقذها على طريق السويس، هي ما قالتلوش غير ثلاث كلمات بس، قالت له الاوبر هيخطفني او كان هيخطفني. فهو بيقول انا رشيت البرفيوم، فهي اتخضت ففتحت الباب ورمت نفسها، ولو انا كنت ناوي اخطفها ما كنت قفلت السنتر لوك. طيب هو مش طبيعي، وان هو حاجه طبيعيه ان هو يرش برفيوم، هو مش طبيعي ان انت ترش برفيوم، مش طبيعي خالص. وما حبكتش ترش برفيوم وانت ماشي في الطريق، يعني بس الناس اللي بتطلع تبرر على السوشيال ميديا، هو ما حبكش يرش البرفيوم وهو على طريق السويس، فمطلع بقى البرفيوم بيرش في العربيه. الله، يعني مش طبيعي، حاجه مش طبيعيه ان انا ماشي على طريق سريع، المفروض ان انا ببقى مركز قدامي وفي واحده ورا راكبه معايا لا تعرفني ولا انا اعرفها، بس انا بقى الطبيعي ده انا الطبيعي بتاعي كده، انا راجل برش بيرفيوم طول ما انا ماشي. حاجه مش طبيعيه، اصل ريحه السجاير ده قبل ما تركب العميل معاك او العميله معاك بقى ودي ريحه السجاير. لكن انت استنيت بالبنت لما طلعت بيها من بوابه مدينتي وماشيين على طريق السويس، وبعدين بقى خلاص طقت في دماغك ترش بيرفيوم في العربيه، هل ده طبيعي؟ لا مش طبيعي. والبنت اكيد ما رمتش نفسها على طريق السويس، وغير البنت حست بخوف ورعب حقيقي. ومش طبيعي ان انت برضو تبقى لا مشغل اغاني ومعلي الصوت ولا مشغل ماتش ومعلي الصوت، ده مش طبيعي برضو. والفكره هنا في ايه؟ الناس كلها اتكلمت عن الموضوع، وناس كلها متعاطفه مع البنت، وهرجع واقول مليون الف مره وهحط تحتيها مليون الف خط، مش طبيعي ان هو يرش برفيوم في العربيه. انت يعني ده مش طبيعي، بس برضو هرجع واقول عايزه ناخد زاويه تانية خالص النهارده. اوبر كريم، في مليون ابلكيشن دلوقتي كمان تانيين نازلين على الموبايلات كلها، هو مين الرقيب عليهم؟ فين الرقابه عليهم؟ يعني انا ما انا ما اعرفش مين الناس دي. ولحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي، اوبر لو وقف في لجنه هو مش صح، الظابط ياخد رخصته. عشان كده دايما يقول يا اما انا دي عربيه ملاكي وانا السواق اللي مع حضرتك، يا اما معلش لو راجل قاعد يقول له معلش تعالى اقعد جنبي. ففين الرقابه على الكلام ده يا جماعه؟ يعني دلوقتي احنا انا كأم، الامهات اللي بيتفرجوا عليا هنقلق. الام دلوقتي، اي ام دلوقتي هتترعب تركب بنتها اوبر، رعب، لان وارد يحصل، وارد جدا يحصل. فالناس تخلي بالها. طيب انا معايا دلوقتي المحاميه مها ابو بكر. يا استاذه مها، ازيك يا اميره؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اكيد طبعاً عايزه اتعلقي على اللي حصل، انا متاكده. اكيد يعني اولا طبعا قلبي مع حبيبه ومامه حبيبه ومع اهلها ومع كل ام الحقيقه. يعني بتبقى دايما بنتها من اول ما بتخرج من الباب لحد ما ترجع لها هي حاطه ايديها على قلبها. في الحقيقه لما نتعرض لحادثه من النوع ده، مش بس اي ام، يعني حتى اي بنت اي ست هتركب اي وسيله مواصلات بالشكل ده ومفيش طريقه امنه تبقى عارفه ان هي هترجع يعني امنه منها، دي الحقيقه حاجه مرعبه. طب يبقى احنا بقى نخلي بالنا دلوقتي البنات ما تركبش. يعني ما اي واحده هتفكر كده. عايزه اقول لك يا اميره ان كان من اهم التفاصيل في الوسائل الانتقال الحديثه دي، لو يعني لو جاز التعبير، ان احنا معانا الابلكيشن وان احنا بنبقى عارفين طريقه يعني خط السير وان معانا رقم وبيانات السواق وكل حاجه، وده كان في البدايه. بعد كده سمعنا عن حوادث كتير ليها علاقه بالتحرش وليها علاقه بالسخافه وليها علاقه حاجات بالشكل ده. ومع ذلك ساعه ما سمعنا عن ده برضه ما اتحطش رابط ولا ضابط في الحقيقه. يعني خليني اقول لك انه هذا السائق
باذن الله يعني تروح حبيبه ان شاء الله تبقى زي الفل. هل طبيعي معلش عشان بس الناس اللي بتطلع تقول فضل. اصل هو كان بيرش بيرفيوم مفيش حاجه يعني عادي وده عادي؟ لا لا طبعا مش طبيعي، هو مش طبيعي حتى في حدود اللياقه والادب، هو مش بيتكلم بشكل قانوني، هو في حدود اللياقه والادب. ما ينفعش اولا يرش بيرفيوم، ما ينفعش يعمل لوك بتاع الشبابيك عليها كمان يعني، لا طبعا هو ده مش منطقي خالص، مش طبيعي ان هو يشغل اغاني او يعلي الصوت. ومامتها كانت معاها على التليفون وقالت لها انا مش عارفه اسمعك لان هو مشغل الاغاني، وقالت له لو سمحت وطي وطي شويه. انا بس عايزه اتاكد من حضرتك في حاجه واحده بس. اتفضل. هنا عندنا في مصر مفيش رقابه على الشركات دي بس. صح؟ الله ينور عليك. بس هو ده اللي انا عايزه اعرفه. ايوه احنا اولا ما عندناش رقابه، ثانيا ما عندناش تفاصيل ليها علاقه بالرقابه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا بقدر اشوف الرحله عبر الجوجل مثلا، لكن ما اقدرش اشوف جوه العربيه فيه ايه. فاهماني؟ يعني مثلا حاجه بالشكل ده لابد ان يكون في تدخل. لا انا بتكلم ان انا ككيان اقدر ان انا عارفه السواق ده مين، عارفه هو ما مش عندوش سوابق قبل كده ولا لا، متاكده ان هو ينفع معمول له تحاليل مخدرات ولا لا، يعني في حاجات كتير قوي عشان يقدر يبقى مؤهل ان هو يقوم بشغل زي ده. طيب انا عندي رقابه على الناس دي، انا عندي رقابه عليهم، واوبر ما يعني ما في يعني خلينا اقول لك. وحد يعرف مقر اوبر في مصر فين مثلا؟ لا بالظبط الله ينور، احنا ما نعرفش اصلا في ركبه ولا لا، ما نعرفش فين مقرهم، ما نعرفش عنهم حاجه. هو ابلكيشن موجود على الموبايل، انا ما اعرفش مقر الناس دي فين اساسا. بالظبط، حتى لما بيكون عندي شكوى بيكون عبر الابلكيشن مش في اي مكان تاني، ما بتقدريش تروحي تقابلي حد وجها لوجه. تمام. حتى الله انا لحد بقى انا لحد ما ده يحصل، لحد ما انا يبقى عندي رقابه على الابلكيشنز دي، او لحد ما ابلكيشن جديد يطلع انا اكون عندي رقابه عليه او يكون مضمون، انا اركب بنتي. غير كده انا اركب بنتي ليه؟ بالظبط. من مدينتي طريق السويس تمشي لوحدها مع واحد لا هو يعرفها ولا هي تعرفها. صحيح. ومش ضامن خطر، ممكن يحصل خطر عربيه، خطر خطر فعلا. لا لا خطر، وخطر كبير جدا، وانا متفقه معاك في ده تماما. كمان بطالب الحقيقه مجلس النواب انه لابد يكون في تشريع واضح فيما يتعلق بهذا الامر. الحقيقه طبعا انه الرئيس مشكورا تحدث الى اسره الفتاه اكثر أيوة من مره. أيوة. وقال ان هو داعمها واي حاجه أيوة محتاجاها طبعا العلاج كله طبعا. الأب. أيوة. طبعا طبعا اكيد طبعًا طبعًا يعني طبعًا. فاحنا قلبنا معاها، لكن احنا كمان محتاجين مجلس النواب بجد يتحرك وبسرعه لاصدار تشريع لضبط هذا الامر حقيقه يعني. ولحد ما ده يحصل انا متفقه معاكي تماما يا اميره ان كلنا، مش بس بنتي ولا اختي ولا امي، كلنا بلا استثناء نقاطع هذه الشركات لعدم الامان. لان هما كمان ما خدوش موقف، يبقى انا ارجع اتعامل معاهم تاني ليه؟ ما انت بالزبط. انت كشركه ما خدتش موقف، انا كعميل اتعامل معاك تاني ليه؟ انا ما اتعاملش معاك تاني. لان لما حصل يعني موقف انت ما عملتش حاجه. صحيح. هم طلعوا بيان رقيق من كام، ركيك جدا، من كام ركيك من الركه يعني. أيوة. من كام يوم شفت. يعني ان هم يعني حتى لا اتصلوا بقى للبنت ولا راحوا شافوها ولا اي حاجه خالص. ايوه. محاميه مها ابو بكر انا بشكرك جدا على المداخله. بصوا شوفوا شركه هي حصلت اهي قدامنا، حصلت حادثه، الشركه عملت حاجه ما عملتش حاجه خالص، يبقى انا كعميل اخاف اتعامل معاها تاني. ده غير بقى كمان ناهيك حط على الناحيه الثانيه اسعارهم بقت في السماء، بقوا غاليين جدا. طب انتوا ناس غاليه عشان المفروض ان انتوا بتقدموا لي خدمه، انتوا غاليين جدا يبقى هتقدموا لي خدمه محترمه، هي دي الخدمه؟ ايه اللي يحصل؟ وارد يحصل حادثه، وارد يحصل حادثه، بس اللي مش وارد ان ما يكونش في رد فعل حاسم من الشركه، ده اللي مش وارد. فلما يكون في رد فعل حاسم من الشركه ابتدي افكر ان انا اتعامل معاها مره ثانيه. لكن يحصل كده ومفيش اي رد فعل خالص وكأن مفيش حاجه حصلت وعاملين نفسهم مش من هنا، لا يبقى هنا في ان انا ما اتعاملش مع الناس دي تاني. البنات خلي بالكم على نفسكم، ما تبقيش لا في مدينتي ولا هتاخدي طريق سفر ولا طريق السويس وتركبي مع حد ما تعرفيهوش ولا هو يعرفك، وخاصه مفيش رقابه. فالاهالي تخلي بالها، ربنا يحفظكم ان شاء الله. ده كان ملف وده كان ملف مهم جدا. انا بس كنت عايزه انور حته انه يا جماعه ومفيش رقابه، فانا بتعامل معاهم ليه؟ وحصلت حادثه اهو بالفعل ومفيش رد فعل من الشركه، يبقى اتعامل معاهم تاني ليه؟ ما تعاملش معاهم تاني نهائي.